محمد محمود احد اهم المعارك في الثوره المصريه، لانه مش بس كان في صمود اسطوري لقوى الثوره في هذه المعركه، لكن كمان خرجت بمكسب مهم جدا من السلطه الحاكمه، وهي فرض انتخابات رئاسيه وميعاد لتسليم السلطه رئيس مدني منتخب في هذا الوقت. وخرج طنطاوي، كلنا نفتكر مشهده في التلفزيون لما كانت الكاميرا بتيجي عليه من اكتر من زاويه وهو مرتعد من القوى الثوريه، وما قدرش يفض الميدان فعلا غير بالغازات المحرمه دوليا اللي كانت بتسبب قيء للمتظاهرين لو نفتكر في مساء يوم الجمعه بعد الخطاب. السلطه العسكريه فشل ان هي ذريعه ان هي تقدر تكسر انتفاضه محمد محمود الاولى، كما فشل مرسي في كسر خروج المتظاهرين في ذكرى محمد محمود اللي فاتت. النهارده واحنا داخلين على 19 نوفمبر، بنعتبر انه خروج القوى الثوريه في المره الاولى ضد حكم العسكر كانت البدايات الحقيقيه لارباك ولخبطه خارطه الطريق اللي كان وضعها طنطاوي، واللي كان معلن في وقتها انه الانتخابات الرئاسيه اواخر 2013 او اوائل 2014. إذا مشينا على خريطة طنطاوي كنا هنبقى حتى هذه اللحظة على نفس تحت حكم المجلس العسكري. الآن عندنا خريطة طريق أخرى، لكن كمان عندنا محمد محمود آخر، عندنا كمل جميلك والسيسي عضو المجلس العسكري بيفكر في احتلال منصب رئيس الجمهورية تحت غطاء الحرب على الإرهاب وتحت غطاء القوانين الاستبدادية والقمعية والاستثنائية، حزمة من التشريعات أصدرت خلال الفترة الأخيرة والطوارئ والجرافيتي وقانون التظاهر وغيرها من القوانين. لكن بتظل المجموعات الثورية تقدر تختار المعركة بتاعتها وتقدر تربك وتلخبط خطط السلطة وخطط الثورة المضادة في وضع خارطة طريق إنهاء الثورة المصرية. فعشان كده بتأتي أهمية معركة محمد محمود في إحياء الذكرى الثانية، النزول في شارع محمد محمود. بعض الناس بتحاول يعني بتعلن إن هي مختلفة مع النزول على اعتبار إنه قد يكون هناك فخ في هذه المعركة للقوى الثورية. أنا عايز أقول إنه مفيش أي ضمانة للقوى الثورية في مصر. مفيش أي ضمانة لأمن وحماية القوى الثورية في مصر. المجلس العسكري الحالي يسمى مجلس الدفاع الوطني وعلى راسه السيسي بينكل يوميا بالقوى الثوريه في الجامعات وفي الشوارع، وبيعتقل منهم من يعتقل وبيقتل منهم اللي بيقدر يقتله، وفي كل الاحوال هو ينتظر الوقت المناسب سياسيا بالنسبه له للقضاء على القوى الثوريه. فعلينا ان احنا اللي نختار توقيت معركتنا، مش ان هو اللي يحدد لنا هذا التوقيت. واعتقد انه 19 نوفمبر هو توقيت معركتنا بامتياز، استفاده من قوه وذكرى وصلابه هذا اليوم الاسطوري، الحشد التعبئه اللي هتحصل لهذا اليوم، ذكريات هذا اليوم في مزاج الجماهير بشكل عام وفي مزاج وفي عقول القوى الثوريه بشكل خاص. فمش هننجر لمعركه يحددها السيسي، قد تكون بعد الذكرى 25 يناير القادم، ثم يحصل عملية انقضاض على كل القوى الثورية أو يحدد هو الوقت اللي هيهاجم فيه. لكن علينا أن احنا نختار تكتيكاتنا. هل الآن رفع شعار يسقط حكم العسكر شعار خاطئ؟ على الإطلاق رفع شعار يسقط حكم العسكر في هذا التوقيت جوهري ومحوري بالنسبة لمستقبل الثورة المصرية. احنا امام ثورة مضادة صريحة جاية بكل قوتها بتحاول نسف ومحو 25 يناير من على خريطة السياسة المصرية ومن عقول وقلوب وامزجة جماهير الشعب المصري بكل الطرق، من الاول الدبابات لحد القوانين الاستثنائية، من اول القبض على طلبة الابتدائي والاعدادي في المدارس لحد قتل الشباب في الميادين وضرب الحركة العمالية ومنع إضراباتها. كل الوسائل بتستخدم. هذه الثورة المضادة اللي واخدة المرة دي شكل عسكري صريح، يعني المرة اللي فاتت كانت واخدة شكل إنه الفترة الانتقالية وانتظروا حتى تسليم السلطة،
الآن المعركة مش من أجل تطبيق خريطة الطريق بتاع التعديلات الدستورية بما لجنة الخمسين وانتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. المرة دي هو خريطة الطريق هي محو 25 يناير، واللي أي حد يتفرج على التلفزيون الرسمي والمستقل والأصفر هيشوف ده بوضوح. أي حد هيتابع تصريحات ثورة 30 يونيو هيعرف ده كويس. أي حد هيشوف حزمة القوانين الاستثنائية هيعرف ده كويس. قد أي حد متابع عودة الدولة الأمنية، مش بس الأمنية والعسكرية، للمشهد، وبصراحة هيعرف إنه المرة دي مش مجرد مناورات في خريطة الطريق، لأ دي خريطة الطريق ثورة مضادة صريحة هدفها إنهاء الثورة المصرية، وبدعم من الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل صريح. وكيري رايح وجاي، والخليج بيبعت ملياراته من أجل القتل ومن أجل إنهاء الثورة المصرية.